نص كيلو قسمه على 3 لقم، بجيب عندي دقيق دي عادي جدا، بجيبه حوالي 3 كوبايات، بحط عليه علبة زبادي صغيرة وشوية ملح، معلقة سكر، معلقة كبيرة من الخميرة، وأعجن بلبن. وبعد ما يرتاح أقوم بقسمه، لو 3 كوبايات هيتقسم على 3، على 2 آسف، لو نص كيلو اتقسم على 3 عشان أنا محتاج اللقمة تكون إيه كبيرة. ما يلزقش، ولو لزق ولا حاجه نديله شويه دقيق صغيرين. حلو كده، ناخد عندنا اللقمه الجميله ديت ونروح عندي على فرن شغال يا عم حمدي، درجه حرارته كام؟ 220 اعلى حاجه، يعني اداء 250، 250 اعلى حاجه عندي. واقوم واخد اللقمه الحلوه ديت وحطينا فين؟ في الفرن لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. هنا العيش دخلناه هنا الفرن قدام حضراتكم اهوت، هيعلى معايا وبعد كده نبدا ان احنا نطلعه ان شاء الله، واوريهولك هيطلع في الاخر عامل ازاي. حاجه محترمه جدا، واللقمه كده تطلع تتفتح وهي سخنه كده، نقدم بيها الاكله الجميله بتاعتنا دي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. انت متخيله كده مثلا بعد ما تقدمي السفره بتاعتك ديت لو عندك عزومه ولا حاجه وبتطلعي العيش كده من الفرن قدام المعازيم عندك، الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ اهو شايفه كده، الله اكبر كده، واخدين ديت كده وحاطينه هنا بالهنا والشفا، والسلام لما بياخد سنه اللون الزياده ده، سلام، موضوع حلو.